حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم يوم الاحزاب قال الزبير انا ثم قال من ياتي بخبر القوم قال الزبير انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريه وحواري الزبير